اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رحله مع الكتب رحله مع الكتب النهارده هنستضيف فيها الشاعر والروائي والكاتب والصحفي والمبدع الاستاذ صبحي موسى اهلا بيك اهلا بيك يا دكتور تسلم استاذ صبحي موسى احنا بنستضيفه النهارده لانه حصل مؤخرا على جائزه نجيب محفوظ من المجلس الاعلى للثقافه منصفه مع الكاتب ابراهيم عيسى ودي كانت جائزه مفاجئه لكل الاوساط الثقافيه في مصر لان ده تقدير خاص لمسيره عمل روائي طويل استاذ صبح موسى من مواليد عام 1972 في قريه شما مركز اشمون محافظه المنوفيه حصل على ليسانس الاداب من قسم الاجتماع عام 1994 من جامعه المنوفيه وعمل في الصحافه الادبيه في مصر من عام 92 الى الان وعمل مديرا لاداره النشر في هيئه اصول الثقافه و عمل في مجله تحرير الثقافه الجديده وراس تحريرها لفتره لكنه عنده زخم جوائزي زي ما نقدر نقول مش للدرجه دي حصل على جائزه من هيئه سور الثقافه عن روايته صمت الكهنه حصل على جائزه افضل عمل روائي عن روايته اساطير رجل الثلاثاء ثم الجائزه الاخيره وصدر له خمس مجموعات شعريه للآن الان فانت بتتراوح ما بين الشعر والروايه لكن في المراوحه ما بين الشعر والروايه صبح موسى الأديب بيفضل الشعر ولا الرواية ولماذا الشاعر يصبح أن يمكن أن يصبح روائيا والعكس لا أهلا بك يا دكتور أشكرك الأول على الاستضافة العظيمة دي كنت بس حابب أن أنا أقول أن فكرة الشعر والرواية بالنسبة لي أنا ما عدتش عارف أنا بفضل الوم في يوم زمان كنت احب يتقال عني الشاعر يعني لقب الشاعر كان بالنسبه لي لقب اسير مهم كده احس انه فقامة حاجه مهمه جدا وظللت فتره طويله يعني حريص حوالين ان اكون عندي ديوان شعر وروايه كل سنه بالتبادل ديوان اصدر ديوان والعام اللي بعده اصدر الروايه بالشكل ده الى ان حسمت روايه اساطير رجل الثلاثاء بظهورها نوع كبير من الانتشار او حضور في الوسط الثقافي اه اساطير رجل الثلاثاء فبدات احس انه بلاش اعمل يعني ايه تقسيمه او اخلي القارئ او المتلقي مرتبك معايا انا مع شاعر ولا روايه ف توقفت عن إصدار الشعر وفضلت إن أنا أكون مع الرواية خصوصا إن هي شويتين مغرية شويتين فيها نوع من الغواية أنا بشتغل على شغل معين بطريقة معينة بتحتاج دراسات بدرجة كويسة يعني فده خلاني خلاص إن أنا أنتمي إلى شكل الرواية بدرجة أساسية حضرتك نشأة في محافظة المنوفية ذات الكثافة السكانية العالية والقريبة من القاهرة آه هل ده كان له اثر في تكوينك وابداعك الادبي؟ يعني هو في العاده الواحد ما يبقاش عارف التاثير ايه بالظبط للنشاه بس بالتاكيد كل واحد بينتمي الى ثقافته ومحيطه اللي شايله في جيناته واللي شايله في يعني العقل الباطن والرؤى والاحلام والمخاوف والهواجس وكل الاشياء دي بيبقى شايلها هو بدون ان يدري فمع تعامله مع العالم الجديد المدينه بيبقى عنده قلقه وعنده خوف وعنده طموحاته عنده رغباته المحدده ده بيظهر معاه في الكتابه حضور العوالم دي انا ما كنتش مشغول كتير بان انا استحضرها او اقول ان انا كاتب الريفي او كاتب ابن الريف بالعكس انا كنت م... بدرجه ما مشغول في ان انا اخرج الى نطاق اوسع يمكن انا مؤمن بفكره العولمه مهم بفكره انك انت تعيش في هذه اللحظه في وسط عالم متسع العالم كله قريه صغيره الان لذلك تلاقي في تعدد جغرافي عندي في الروايه في تعدد التاريخ الازمنه يمكن فكر ما بعد الحداثه كله قائم على فكره التعدد والتجاور فده بالاساس اللي كنت حابب ان انا اشتغل عليه النص دايما عندي في اربع موجات من الازمنه والامكنه آه الطبقات دي بتخلق نوع من الصراء نوع من التعدد اللي أنا كنت مشغول بيه لكن ده ما يمنعش أن تسرب العالم اللي أنا جيت منه عالم الريف إلى النصوص بداية مثلا في صمت الكهنة آه دي أول رواية ودي صارت في 2002 في صمت الكهنة أنا اشتغلت على فكرة أساسية اللي هي تاريخ الفرعوني وأثره او الحياه الفرعونيه والثقافه الفرعونيه اللي بقت في الجينات المصريه اثرها علينا ازاي في المجتمع او في الواقع الراهن بتاعنا وازاي احنا بننصاع الى هذه الثقافه اللي هي تقريبا غابت وكل اسبابها الظاهريه غابت لكننا بننصاع ليها وبنتجاوب معاها وبنفكر بكل الياتها بدون ان ندري فكان مهم عندي ان انا اقوم برصد ايه اللي حصل ليه اختفت الثقافة الفرعونية أو الحضارة الفرعونية فجأة؟ كما لو إنها يعني فجأة حد طفى النور مثلاً. فين هي؟ إيه آثار ما فيش. السبب الوحيد هي إنها قامت على الصمت. ثقافة المعابد. كل الفكر الحضاري اللي في الثقافة الفرعونية مش موجود. في تردد الكلام حوالين إنه يعني اليونان أخذوا كل المنجز الحضاري الثقافي المكتوب. في المعابد المصريه وراحوا بها على اليونان قيل ان ارسطو مثلا اخذ آلاف كتاب ونسبهم كلهم باسمه وفي جميع المعارف وفي العلوم فكيف لارسطو كشخص واحد انه يكتب في كل هذه المعارف والعلوم بكل هذه الدقه والمعرفه ده كان سؤال أثير في كتاب زي التراث المغدور مثلا أه على أية حال في الرواية دي ظهر بدرجة ما العالم الريفي لأني ربطت ما بين مركز أشمون والقرية اللي أنا مقيم فيها وما بين حضارة الأشمون القديمة اللي كانت في الجنوب وبالمناسبة كانت الأشمون هي الجماعة الوحيدة اللي رفضت دخول هيكلة الدين المصري الجديد في شكل التسوع, التسوع المصري بعد ما حدث الاتحاد ما بين كهنة راع وكهنة أمون فلما تغلب راع وامون في الشمال والجنوب كانوا مضطرين ان هم يعملوا اعاده هيكله لوظائف الالهه الاقليميه داخل التسوع المصري فالاشمون الوحاد اللي رفضوا الاشمون ما عندهمش تسوع الاشمون الوحاد اللي عندهم ثمون مش تسوع فدي فكره في اللاهوت المصري القديم نفسه اشتغلت على المنطقه ديت واشتغلت على الصراعات القديمه بين الكهنه والتي ادت الى ابتكار مكان جديد او مركز جديد في الشمال علشان لما لو انتهى وجودهم في الجنوب يبقى عندهم المركز ده فكانت المدينه التي تحت المدينه او القريه التي اقيم بها في الشمال. كانت فكره مدينتين لعبه كده كانت حلوه خلينا بعد الفاصل نوصل مع الاستاذ أستاذ صبحي موسى أنت في جيل وسط ما بين ما يوضع جيل الستينات والسبعينات وما بين الأجيال اللي جت بعد كده فأنت في مرحلة بينهم أنت بتقيم السابق كلها حقيقي إزاي؟ تقييم السابق طبعا هم كلهم أساتذة بالنسبة لنا لهم منجزهم الكبير والمهم أتعلمنا على إيديهم بنختلف عنهم في بعض الأشياء يعني أنا مثلا عندي تصور فيما يخص الرواية التاريخية اللي أنا شويتين اشتغلت عليها بشكل قوي في الفترة الأخيرة ما طرحوه في الرواية التاريخية مثلا زي ما طرح عند رضوى عاشور أو غيرها من جيل الستينات وما طرح حتى في الحلقة السابقة عليهم اللي كانت في الأربعينات مثلا أيام نجيب محفوظ مكتب بيس وكفاح طيبة وكان في طبعا جورج زيدان ومحمد فريد ابو حديد في الحلقه الاولى كانوا بيكتبوا اقرب الى السيره الشعبيه او السيره اللي هي السيره القديمه السيره الشعبيه مثلا فتاة من قريش حاجات بالشكل ده في الحلقه الثانيه احمد علي بكثير وردو عاشور والمجموعه دي في الستينات كتبوا الحالة التاريخية بس راحوا لها يعيشوا فيها جواها في المنطقة كنوع من الإسقاط على الزمن اللي هم عايشين فيه هم يقدرش يواجه الدكتاتورية مثلا فبيروح إلى الزمن القديم يستخدمه علشان يسقط ما يريده على عصر الستينات كان في, مثلاً. يعني صراحة وكان في, في السين... كانت دي صيغة الستينات بالفعل ده صحيح ما اطرحه مثلا بالنسبه لي في الروايه التاريخيه لا انا مضطر او محتاج ان انا اربط ما بين الواقع الحالي وما بين الزمن القديم في الزمن القديم انا عايز افهم ايه اللي حدث من حوادث قديمه أثرت في العقل الباطن وظلت مرتكزة في مخيلة الجماعة البشرية وما زالت تحكمها في تصرفها الآن مثلا الجماعات الإسلامية اللي هي الظهر ده التيار الإسلامي السياسي جت فجأة؟ لا لم تأتي فجأة نذهب إلى التاريخ القديم نجد أن عن كمية الصراعات ما بين إسلام قامت برضه على أفكار إسلام سياسي ما بين الخوارج والشيعة والسنة وغيرهم كل ده نفس المقولات تم استخدامها في وقتنا الحالي طول الوقت الانشغال بالتاريخ هو التفكير في المخيلة أو العقل الباطن للجماعة البشرية وكيف أثرت على وقتنا الحاضر أعتقد أن هذا بدرجة ما الهدف او الدافع او الاختلاف ما بيني وما بين الجيل السابق علي في مثلا مساله الكتابه التاريخيه. طيب انت مبدع جيت من المجهول يعني من المنوفيه للقاهره وكان عندك ابداع متتالي سواء ابداع شعري خمس مجموعات شعريه ثم مجموعه من الروايات. م. انت بتشوف استقبال المعلوم ليك كان شكله ايه؟ استقبال الساحه الثقافيه في وسط اللي فيها نجوم في عالم الشعر م. ونجوم في عالم الرواية. هو أنا ما جيتش من عالم المجهول إلى عالم المعلوم. أنا نشأت نشأة طبيعية جدًا كأي إنسان دخل في بوابة الكتابة إلى الوسط الثقافي. كتبت الشعر من وأنا عندي يعني 12 سنة في المدرسة الإعدادية. تطور الامر في الجامعه بقى قصيده النسر لما بيتني في القاهره انضميت الى جامعات قصيده النسر اصدرت دواني يعتبر الاول يعني مبكر بالنسبه لاقراني اللي هو جيل التسعينات انا نشرت الدواني الاول في 98 على نفقه الخاصه بالشكل الطبيعي ما كانش فيه في الوقت ده اليات النشر الكتيره تطورت مع الجامعه البشريه بشكل ما نزلتش مثلا عليهم وانا عندي أربعين سنه. ما نزلتش على الوسط الثقافي وانا عندي 40 سنه او خمسين سنه، ما نزلتش مثلا بالديوان الاول اللي كسر الدنيا. او بالروايه اللي عملت البيست سيلر مثلا، علشان اقدر اتفق مع فكره ان انا جيت من المجهول الى المعلوم فجاه. لكن الاستقبال الطبيعي جدا اللي هو صراع الاجيال وان الاعتراف بيك مش هيبقى الاعتراف السلس والبسيط، لابد ان تناضل، لابد ان تدخل في معارك ثقافيه. ايضا يعني انت عندك فكرتك الاساسيه وحضورك ووجودك الصراع مع مثلا مقولات احمد عبد المعطي حجازي كنت بالنسبه لي كشاعر ينتمي الى مجموعه قصيده الناس لابد ان ارفضها ودخلنا في صراع اقمنا مؤتمرين شاركت في المؤتمر كان الاول طبيعه الصراع ده حول ماذا في قصيده الناس؟ هو حجازي شايف ان دي مش قصيده وان ده مش شعر وان هي يعني القصيده الخرساء وحاجات كتير قال عليها انا ما قلتلكش راي طه حسين فيها لا ما هو طه حسين ما كانش عنده راي في قصيده النسر ما كانش في قصيده نسر في الوقت لا حتى رايه في 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 قصيده التفعيله اه هو طه حسين ولو و... كانش في قصيده النسر ولع... كان مات الراجل ولع... يعني هي بال... بال... بالمناسبه قصيده النسر موجوده من اربعينات القرن الماضي ماشي ولكن حدث ان في آه ال... الانحياز السياسي بدرجه ما كان انحيازه الى التفعيله اكثر منه الى النسر ولذلك مثلا النسر ظهرت في الستينات اكثر ونهايه الخمسينات مع مجله شعر البيروتيه في بيروت اكثر لكن هنا ظهرت التكتل الاساسي لجماعه التفعيله وتم الدفع من مصر مثلا بحجازي وعبد الصبور بوصفهم رواد أصيلة التفعيلة في حين أن كان في صراع تاني آخر برضه ما بين السياب ونازك في العراق حوالين المسألة دي لكن على حال الصراع القديم في الخمسينات تم إعادة إنتاجه معانا إحنا لما حجازي اتعمل الملتقى العربي للشعر الشعر العربي في المجلس الأعلى للثقافة وبدأ يرفض دخول أو تمثيل شعراء أصيلة النسر في الملتقى ده فالناس رفضوه حدث اكثر من مؤتمر حلمي سالم اعتقد عمل ملتقى في حزب التجمع هو عبد المنعم رمضان احنا بعدين عملنا في نقابه الصحفيين ملتقى القاهره لاصدقاء الناس انا بعدين مع مجموعه اخرى عملت الملتقى العربي لاصدقاء النسر في اتحاد الكتاب توسعنا بشكل دولي يعني ان كل شعراء اصدقاء الناس من العالم العربي بلهم تمثيل بشكل قوي وده رد اساسي على انه ما فيش ده معناه ان الحياه الثقافيه في مصر كان فيها نوع من انواع الحراك، حراك بصوره او باخرى. كتير اه وده مغلق. يخلينا نواصل بعد الفاصل معاك في هذه القضيه. <متصفيق> استاذ صبحي موسى ديناميكيه الحياه الادبيه والثقافيه في مصر، هل ما زالت حيه ام فيها إشكاليات هي ما زالت حية وقوية لكنها مش بنفس الصراع القديم يعني مؤخرا مثلا حجازي حاول أن يحيي ال يعني هو نفسه في حوار ما اعترف لي باصيده الناس وتصور أن شعر أصدة الناس حيحتفوا حي أو حي يعني يرحبوا بهذا الاعتراف ما حدش اهتم يعني في صراعات تم تجاوزها والناس يعني باعتبار ان قصيده نصر اصبح لها حضورها الطبيعي خلاص اصلا قصيده النصر لم يعد الشارع مشغول بها بعد أه بعد الثوره. الثوره احدثت نوع من اللي هي ثوره 2011 الانتباه. أه 25 يناير وما تلاها بعد 25 يناير أه في صوت اخر بدا يعلى اللي هو الصوت العالي الانشائيه الرغبه في تبليغ رساله بشكل عالي. م. المساله دي خلت كل القصايد الهامسه يعني والفكريه والنفسيه يعني تقدر طول الدقيق هو الغالب على المشهد؟ بدرجه. لذلك مثلا قصيده الزجل تم احيائها، فنون الواو، كل الحاجات اللي بقت اكثر اتصالا بالجمهور، مباشره بالجمهور، لان الرهان بعد 25 يناير على الجماهير الغفيرة اللي نزلت الميادين بقى هو ده الحاسم بدرجة ما أنا أتصور أن ده عامل ارتباك في في الفعل الثقافي في الإنتاج الثقافي نفسه الشعرة اللي هم ظلوا إلى سنوات طويلة معنيين بالهمس والفكر والحاجات يعني الحاجات الخفيفة والبلاغية رهنوا على انزياح الفكرة مع الصورة دول تراجعوا تاني بعد سنوات طويلة جدا من الصعود المهم لأصيدة النسر مثلا الثورة أتت بالصوت العالي بالموسيقى والإيقاع الشديد من أجل الاتفاق مع الحالة الثورية. في الرواية بقى في الاهتمام أكثر بالبيست سيلر كله بيراهن دلوقتي على ما يمكن أن يخاطب فئات معينة من الجمهور. اكبر شريحه ممكنه من الجمهور آه، الاهتمام بروايات آه، الرعب مثلا لانها بتهتم بالشبيبه او الناشئه او المجموعه اللي هي في سن الثانوي والجامعه آه، في نوعيات كتير من الكتابه بقت اكثر انتشارا لكن كل دي في تصوري انها مش الموجات اللي حدوم دي اقرب الى الموضه وده خطاب يعني دي مباشر دي واستهلاكي مم. طب احنا في هذا الإطار المقولة الشائعة أن زمن الشعر انتهى وأن هذا زمن الرواية، هل ترى أن زمن الشعر انتهى؟ والله أنا أخشى أن تكون الأزمنة كلها انتهت. <تصفيق> <تصفيق> يعني لكن أنا أتصور فعلا أن الرواية أقرب أو أكثر انتشارا بالنسبة للناس. لكن أنهي رواية؟ هندخل برضه في نوع من التصنيفات يعني هل هي الرواية مثلا التاريخية طب هل هي الرواية الفنية الخالصة العالية هل هي رواية البيست سيلر اللي هي بتراهن على أفكار شبه واضحة وصريحة وأدوات تلقي متاحة بالنسبة لكل الجمهور العادي في الشارع اللي هي رواية قراءة في القطار والمترو والتسلية يعني ولا الرواية المعمولة على الكوميكس شكل الكوميكس ولا الكتابة الأقرب إلى أنها تبقى مسلسل أو في التلفزيون يعني ما دي كل دي خطابات سردية روائية علينا أن احنا نعيد تصنيفها الزمن أنا أتصور أن اللحظة مع السرد بكل أشكاله حتى في اليوتيوب مثلا المسألة الفيديو كل ده قايم على السرد لكن أنه سرد كانت اصبت نسر بتقول احنا السرد، والروايه هي السرد، والقصه القصيره هي السرد، كل انواع السرد ممكن التلقي والتعامل معها، لكن اعتقد ان في تغير نوعي حدث بعد 25 يناير في مساله انتاج النص الادبي. الجمهور بقى هو الحاكم بالدرجه الاولى، واصبح على الكاتب ان يفكر اكثر من مره في كيفيه جذب هذا الجمهور اليه. طيب وانت من قراءاتك للاعمال الروائيه لو انا عايز اقول للقارئ صبحي موسى ينصح القارئ او المشاهد ماذا يقرا؟ انا هقول للقارئ احنا في زمن مادي ما عادش في شيء مجانا ولا يعني ببلاش زي ما بيقولوا فانت هتدفع في الكتاب او الروايه او اي نص سي 100 جنيه لابد ان تحصل على معلومات من داخل هذا النص بما يوازي ال جنيه، اما فقط فكره المتعه والتسليه في حد ذاتها فهي متاحه في المسلسل في التلفزيون في اي مكان. لابد ان تتعامل بشكل براجماتي مع الكتابه ستخرج منها بكميه من المعلومات بكميه من المعرفه باثاره الافكار اشتري هذا الكتاب، اما الكتاب اللي هو فقط مساله المتعه فكلنا نستمتع حتى بالتسليه او الحكي مع بعضنا البعض على المقام. لكن لو انا هطلب منك روايات ترشحها للقراءة روايات الان ارشحها لي للقارئ للمشاهد للمشاهد يعني انا انا عن نفسي احب مثلا بالنسبه في الادب الغربي كل اعمال سراماجو فسراماجو ده كاتب مهم مخيلته جباره انتماؤه الاساسي الى اليسار هو كان بدرجه ما ضد الافكار الدينيه شويه لكن الميزه في ساره ماجو انه بغض النظر عنه مثقف كبير جدا لكن قائمه اعماله على فكره الفرض بيبدا العمل من افتراض خيالي هنفترض ان هناك قط او قطع حدث في يفصل ما بين شبه الجزيره الايبيريه وما بين قاره اوروبا ماذا سيحدث سنفترض ان هناك اثنين بنفس الشكل ونفس الطباع ونفس الافكار في العالم ماذا سيحدث سنفترض هكذا كل اعمال ساراماجو تقوم على فرض وامكانيه تطوير الفرد نفترض ان الموت توقف عن الحياه ماذا سيكون شكل الحياه ان العمى نزل على المدينه فماذا سوف شكل المدينه طباع البشر في تصوري ان كل اعمال سرمج قابله للقراءه لانها تقوم على طرح رؤيه فلسفيه مهمه وجديده اعتقد ان احنا محتاجين نقرا كويس طيب وعلى مستوى الادب العربي يعني بالنسبة لي على مستوى الادب العربي في اعمال نوعية مهمة جدا انا مفتون بيها زي مثلا ملك حداد له روايتين واحدة اسمها ليس على رصيف الازهار من يجيب ودي رواية رائعة والرواية الثانية ساهبك غزالة في كمان في الجزائر الطاهر والطار ليه رواية فتنة فعلا رشحها لكل القراء اسمها الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي يعني هذه رواية فاتنة لا تتجاوز مئة صفحة مثلا لكنها رواية من الأدب الصغير طبعا عندنا في الأدب المصري أعمال كثير تتكلم كتير. عن واحد أديب جزائري خارج نطاق التصنيف <applause> الطاهر والطار آه في عندنا طبعا نجيب محفوظ كلاسيكي وأساسي وما زال ما زالت جملة نجيب حتى الآن قوية ومهمة ومثيرة للفكر وبلاغتها مجبعة وتدعوك فعلا إلى التفكير يعني روايته مثلا اللص والكلاب ما زالت تستدعيك أنك تعيد إنتاجها أو تفكيرها أو قراءتها بشكل ما. عندنا رضوى عاشور عندنا أعمال إبراهيم عبد المجيد عندنا أعمال كثيرة يعني كتاب كبار شكرا أستاذ صبح موسى وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله